كما واحد من الأخوة يقول يعني يقول شفت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، قال لا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة مريتهم، أنا حتى أبى أشوف أبو لهب بس أقل، يقول أشوف حد عاش ذاك العصر، يقول نحن يعني استغفر الله العظيم، أحوال متردية، أحوال متردية يعني، نسأل الله العافية. يعني الأسبوع الماضي ألقي درسا على بعض النساء، وجاتني امرأة بعد الدرس، امرأة غير عربية دخلت الإسلام من قريب يا إخوة، وتسألني تقول أنا يوم أصلي خاصة في قيام الليل، يقول تقول السجادة خضراء لكن لما أسجد عليها أشوفها بيضاء، شوف نور، تقول يتكرر عندي هذا كثير، وبقيت أنا أشوفها أقول شوف الله، امرأة داخل الإسلام من قريب، لكن شوف صفاء النفس، الإخلاص لله تعالى، توفيق من الله تعالى. كم سبقت هذه المرأة من آلاف وملايين هم يسمون أنفسهم مسلمين والله أعلم أي إسلام يعني. فإن نحن وصلنا ناس يعني تحدث لهم كرامات، يرون الأنوار، يرون رؤى كفلق الصبح، كفلق الصبح. الإنسان إذا أطاع الله تعالى في الحديث، الله تعالى في الحديث القدسي يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي رواية عليها ولئن سألني لو أعطينه، ولئن استعاذني لو أعيذني. عبد يكون ربانيا يوفق للخير بأمر الله تعالى. مرة جاني أحد الآباء يقول عندي ولد مريض، يقول ما عقد طبيب أو حد نعرفه كذا يعالج وأشياء، يعني شخص، فيقول ما عقبنا حد لكن ما استفدنا شيء، فيقول لو سمحت، يقول أبا يقول تعال الولد أو شوف موضوع، قلت أنا ما أعرف، لكن أقول له جزاك الله خير. طيب أشوف أسأل أحد الإخوة، هو طالب يدرس معنا لكن أعرفه، فقلت لي جاني شخص هذا كذا كذا وعنده ولد مريض، فاستخير الله تعالى، معتاد هذا طالب هكذا يوم يكون عنده موضوع يستخير الله، يصلي ركعتين ويدعو الله تعالى أن يبين لهذا الموضوع يكشفه له. فجاني هذا الشخص وقال أنا رأيت كذا كذا في النور، أن هذا الولد والله أعلم مريض بكذا كذا وعلاجه كذا كذا، يشوف يعني شيء غريب. وصرت أنا أخبرت هذا الأب، قلت له هذا والله أعلم جربوا هذا العلاج يعني. فبعد مدة ذهبت إلى المسجد، إلى مسجد من المساجد، وعندي هذا الطالب اللي هو صاحب الرؤى. دخلنا المسجد، أول ما دخلنا المسجد شاف ولد من الأولاد بكشني، قال يقول هو ذا الولد اللي شفته في النوم وأنا ما أخبرته به، وإلى يومنا هذا ما خبرته، لأن الأب استكتبني وقال ما أريدك تخبر حد. فأنا لما خبرت هذا الطالب خبرت بشخص ما خبرت بالاسم أبداً، لكن شوفوا الكشف، شاف في النوم هو هذاك الولد، هو كيف عرف هذا؟ وما أخبرته، شغلت نفسي أنا بشيء يعني، ما قلت له صحيح هو هذا الولد اللي طلب أبوه يعني معرفة علاجه. سبحان الله، إنسان يعني إذا أخلص نيته لله تعالى تنفتح له الأبواب وتكشف له العوالم ويستجاب دعاؤه ويأتيه الرزق. أحد الإخوة يقول وقعت في مشكلة كبيرة، كنت مسافرا وما عندي شيء، وقع لي حالة سير فأنفقت مالي في إصلاح السيارة وسالي دراسة، يقول ما بقي عندي شيء، يقول فكيف شدة عظيمة، لكن هذا الشخص عنده شيء مما أعطاه الله تعالى، يعرف بعض الأشياء، فقرأ سورة معينة بعدد معين
يقول وإذا بي يدق علي الباب. في الحقيقة ما في النوم هذا الآن. شخص أنت فلان؟ قال قلت له نعم. قال أباك؟ قال قلت ليش؟ قال تعال. ما أعرف. يقول وداني وقال لي هنا. يقول افتح صناديق ذهب. صناديق ذهب. قال تفضل. وبقيت أنا يقول مستغرب يعني. لكن يقول الحمد لله ما أخذت منها شيء. قلت ما أعرف شكرا وتركتها. أشوف الحالة نفسها كيف، وكيف هذا الشخص ترى ما وصل هذه الدرجة غير لما إيش ما يريد بي شيئا من الدنيا. يقول قلت نفسي برأي ماشي بس نصبر إن شاء الله تعالى، ولا ورط نفسنا بهذا الدهب. الدهب كم صندوق وهي بشل وهي بمر باب الحدود ولا يسوي لحل نفسي مشكلة. وأنا أقول لو شعلنا وقالوا شيء من الآية لك ما بيشوفوه.